السلام عليكم. اليوم نروحوا للملعب تاع دويرة لنقف على آخر صور لهذا الملعب، واللي حسب ما شاهدنا العشب الطبيعي انتهت يعني العملية تاع النمو تاعه. الآن ندخل في المناية تاع ندخل في المرحلة تاع القص تاع هذا العشب، وكذلك نشوف الديكور الخارجي والرموز تاع مدير الجزاء اللي تم وضعها في المدخل تاع الملعب. اذا ان شاء الله الملعب هذا يكتمل قبل نهايه العام باش يكون واجد في المرحله تاع يعني بدايه البطوله تاع العام المقبل ان شاء الله. وسوف يعزز اكيد حظوظ الجزائر في تقديم ملف كاس افريقيا، ولماذا في المستقبل كاس العالم، ولماذا بما ان الجزائر اصبحت دوله يحسب لها الف حساب ودوله كبيره وقوية وراه في تطور مستمر، فالأمر سوف يصبح عادي أن نرشح نفسنا لكي ننظم كأس العالم في المرحلة المقبلة. أترككم إذا تتابعون، والسلام عليكم.